مرحبا بكم في قناة طاليا. ان شاء الله تكونوا كامل بألف ألف خير. إذا أول مرة تشوفوا لا فيديو تاعي ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على الجرس، هكا دائما يلحقكم كل الجديد. اليوم راح ندير لكم فلوغ هايل بزاف في المخشي تاع نوال، تشوفوا لا ديكوراسيون، تشوفوا واش درنا غير الضحك واللعب ومفاجآت بزاف. لا فيديو هذه تبعوا معايا وان شاء الله تعجبكم. هذا هو سنتر فيل تاع سانت اتيان. كاين دي زابوني قالوا لي ديري لنا جوله في سنتر فيل تاع سانت اتيان. درك راهم دايرين المارشي د نوال، كي نحيوه نزيد ندير لكم جوله واحده اخرى وتشوفوا لا فيل اللي راني ساكنه فيها. انا نشتيها بزاف بزاف، ماهيش اون غروند غروند فيل، مي هايله وكالم ونشتيها. هذه لا بيريود يكونوا فيها لي ديكوراسيون تاع نوال، المارشي تاع نوال كيما راكم تشوفوا. وحنايا صح ما نامنوش به، مي نستغلوا الفرصه نديو الاولاد يلعبوا، يجيبوا العاب، يجيبوا لا غروند رو، يجيبوا هنايا كلكو ماناج ونلعبوا بحنا بولاتنا، ونزيدوا ناكلوا لي غوفر لي كريب لي باربا بابا. تبعوا معايا الفيديو كامل باه تشوفوا واش درنا النهار هذا. لا غروند رو داروها في لوتيل دو فيل، وداروا ثاني المارشي تاعهم هنايا وين يبيعوا الحوايج، وهنا في لا بلاس جون جوريس داروا ثاني العاب واحد اخرين وداروا لا باتي نوار. تبعوا معايا لنهايه الفيديو باه تشوفوا واش صرا لي هنايا، يعني تموتوا بالضحك. وشداني وشداني صافي لونطون، انا حابه نجرب لا باتي نوار وهكا قعدت لي في راسي لازمني نجربها وجامي درتها. وتبعوا معايا، المهم ما نحرق لكمش الاحداث، في نهايه الفيديو تشوفوا كلش. طلعت بنتي في المناج هذا تاع لو سابان، بغات تطلع له، قلت لها امشي نروح معاك، وصورت لكم شويه لا في منا. وفي نهايه الفيديو ندير لكم نصور لكم لا في من لا غروند رو، زدت ما طلعنا فيها نصور لكم تشوفوا سانت اتيان كامل، واحد المنظر هايل بزاف بزاف. ودرك راح نفوتوا لا باتينوار، جامي درتها في حياتي وقعدت لي في راسي انا كي نبغي ندير حاجه نديرها ما نعرفش، لازمني نجرب وندخل في هذيك الحاجه ونديرها. دونك سي لا بروميير فوا نجربها وبردت قلبي بيان. مازال راح نزيد نعاود ان شاء الله.
دونك درتها انا وبنتي، حتى هي اول مره تجربها، ويعني العوام اللي فاتوا ما جاتناش الفرصه باه نديروها. دونك شوفوا. شوفوا اللي تضحك عليا راح نبلوكيها من اليوتيوب ومن الانستغرام. المهم بعد محاولات بزاف نجحت ومشيت ودرت الدوره هذيك تاع الصابا كامل، ودرتها بلا يعني ما نحكم، يعني ساعه على ساعه نحكم شويه، مي المهم نجحت فيها. ولا بروشان فوا نزيد نعاود، ما شهمتش حابه نزيد نعاود باسكو ما طولناش هذيك المره، والمره الجايه ان شاء الله نزيد نعاود ونزيد نصور لكم كان نجحت ولا لا. لا ودرك يا البنات نفوتوا لا غروند رو، ركبت فيها وصورت لكم ثاني المنظر من الفوق، رائع بزاف 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 وهايل، انا عجبني وبربي ان شاء الله راح نزيد نروح ونزيد نعاود ندير هذو الحوايج كامل، يعني كل ما يجيبوا حاجه نجربوا نستغلوا الفرصه، نروحوا نحيوا على بالنا شويه، وثاني ندي ولادنا حتى هما ينحيوا شويه على بالهم. وزدت درت لكم بزاف دي فوتو هنايا، اللي تحب تشوف لي فوتو تجيني في الانستغرام، راح نديرهم دي بوست في الانستغرام، ومام راح نشارك معاكم كلش في لي ستوري، كاين حوايج نشاركهم في لي ستوري ما نشاركهمش هنايا في الانستغرام. الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم وهذا هو الفلوغ، كنتمنى يكون عجبكم، واذا عجبكم ما تنساوش تشجعوني باللايكات لي كومونتير، وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو تاعي مع كامل الاصدقاء والعائله، بارطاجيوها في لي ريزو سوسيو هكا عائلتنا تكبر اكثر واكثر في اليوتيوب وفي الانستغرام ثاني، الرابط تاع الانستغرام راح نحطه لكم في صندوق الوصف. وبغيت نقول للناس اللي جددت معنا سواء في اليوتيوب ولا في الانستغرام، مرحبا بكم كامل كامل في القناة، ومرحبا بكم كامل في الانستغرام تاعي، نتمنى المحتوى يعجبكم، وديما نقول لكم اذا عندكم اقتراح ولا انتقاد بنا مرحبا بكم كامل، تقدروا تخلوني في لي كومونتير ولا تبعثوا لي في الانستغرام. لحقنا للنهاية تاع الفيديو تاعنا، انا نخليكم ونتلاقاو في الفيديو الجاية ان شاء الله.